Hello, how are you? Good morning. كيف حالكم يا ثامن؟ شو أخباركم؟ اليوم بدنا نشرح عن صفحة 26. لو سمحتوا افتحوا صفحة 26. عنا new words يا ثامن. New words بدنا نحله مع بعض. طبعا احنا عنا موجود عنا مفردات في الأعلى. طبعا هاي المفردات أنا لازم أكون عارفها حتى أعرف أحل حسب المعنى. ماشي؟ مثلا أول كلمة عندي هنا gathering. Gathering. بعدين كاس، بعدين كاس، بعدين فلود، فلود، دروند، دروند، سيرش اند ريسكيو، سيرش اند ريسكيو، فولت، كراش، بريكس، انشر، انشرانس، انشرانس، كرابي، مارشميلوز، تيتانوس. طبعا هاي الكلمات انا بدي ابيها بالفراغات حسب المعنى. نمبر 1 the camp was in، يعني المخيم كان في ايش؟ كيوس، كان في فوضى. اوكي، اذا هنا اول وحده كيوس اللي هي في فوضى، اذا هاي نمبر 1. تمام. كيوس during the fire everyone was yelling and running around. شو يعني؟ يعني انه اثناء الحريق الجميع كان في المعسكر في حالة فوضى، من الفوضى، يصرخون ويركضون. يلنج معناها يصرخ، لا يلنج معناها صراخ. ماشي؟ يلنج معناها صراخ. Number two I felt فراغ all day because I hadn't slept very much the night before. يعني I felt أنا شعرت بإيش؟ أنا شعرت ب كرابي، بتوتر. كرابي نمبر 2، نمبر 2 كرابي بتوتر. تمام. all day كل اليوم، because ليش؟ لانه because I hadn't slept very، يعني لم ايش، يعني هو شعر بالصدمة بالتوتر طوال اليوم لانني لم انم كثيرا في الليلة السابقة، في الليلة السابقة. Number three before anyone could drive they had to purchase معناها purchase معناها يشتري. طيب قبل أن يتمكن الشخص من القيادة كان عليه أن يشتري إيش؟ سيارة. شو مالها؟ شو مال السيارة لازم تكون؟ insurance. insurance يعني مأمنة. إذا insurance number 3، sorry insurance مأمنة to cover any crashes، يعني مأمنة number 3. number 4 our family will have a big، عائلتنا إيش؟ فراغ. بعدين عائلتنا will have a big فراغ. شو بدنا نكتب هنا؟ for family. إذا gathering، gathering number 4، إذا تجمع عائلتنا، مجموعة. فكرة هي معناها تجمع أو مجموعة. مجموعة عائلتنا إيش مالها؟ تجمع العائلة، سيكون لديهم أصدقاء كبار بعد إيش؟ بعد التخرج. تخرج مين؟ أخي. our family will have a big gathering for family and friends، والأصدقاء، after my brother's graduation. graduation تخرج أخي، بعد تخرج أخي. number 5 the فراغ team. طبعا هنا team ايش، شو لازم يكون هنا؟ شو بتتوقعوا؟ team هنا لازم يكون عندي ايش؟ search and seek and rescue. search and rescue طبعا search and rescue فريق البحث، بحث فريق البحث والإنقاذ عن الجبل for the lost airplane and its crew. يعني بحث فريق البحث والإنقاذ في الجبل عن طائرة مفقودة وطاقمها. إذا هنا search and rescue هاي number 5. اوكي،
Yeah, number six. We love rusting. We love rusting. Rusting معناها تحميص. Rusting معناها تحميص. أنا أحب تحميص إيش؟ Marshmallows. Number six. Marshmallows. Okay. أنا أحب تحميص المارشميلو on the fire على النار. Number seven. Number seven, you need a فراغ shot to protect you from infections from rusty metal. طبعا شو؟ You need a احنا بنحتاج نحن you need انت تحتاج الى ايش؟ الى تيتانيوس شوت يعني حقنة التيتانيوس نمبر 7 تيتانيوس نمبر 7 طيب نمبر 8 we had a car فراغ but it was the other drives فراغ we had a car ايش crash اصطدمت لكن شو لكن خطأ آخر كان على الشخص إذا هون كراش وثاني واحدة فلوت. أوكي. إذا كراش فلوت نمبر 8. كراش فلوت نمبر 8. طبعا راح أرفق لكم أصلا الإجابة. راح أرفق لكم الإجابة إن شاء الله معهم. نمبر 9. The government told everyone to leave and go to higher areas during the فراغ so that nobody يعني طلبت الحكومة من أوكي هون ترجمتها إنه الحكومة شو مالها أخبرت أي واحد إنه بيغادر أو يذهب إلى مناطق أعلى خلال إيش شو ممكن نحكي خلال فيضان إذا هون flood فيضان خلال flood فيضان flood فيضان خلال فيضان so that nobody ولا أحد إنه إيش لذلك لا أحد غرق شو يعني غرق drowned droned طيب هاي بالنسبة لـ 9 droned و flood 9 number 9 10 I need to fix the فراغ on my bike so I don't crash into anything يعني أنا أحتاج إلى تصليح إيش آخر إشي البريكات بريكس بريكس آخر إشي بريكس إذن وينها هاي بريكس هاي موجودة هون بريكس يعطيكم العافية هذه هي الإجابة النموذجية يا ثامن هذه هي الإجابة النموذجية كل واحدة بمكانها الصحيح وبمعناها المناسب يا ثامن اكتبهم على كتابك صور لي اياه وابعث لي اياه على المنصة حتى تتأكد انه انت حليتهم على كتابك صح يعطيكم ألف عافية يا ثامن